يقول السائل: هل إذا توضأ الإنسان بأكثر من ثلثي مد يعتبر هذا إسراف في الماء؟ وما هو ثلثي المد؟ لا، ما يعتبر إسراف في الماء، لكن كل ما قل ماء الوضوء مع الإسباغ، إذا قل ماء الوضوء مع الإسباغ فهذا أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، بالمد وهو ربع الصاع. فإذا قل الماء مع إسباغ الوضوء فهذا أفضل وأحسن. نعم.